بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأعزاء، السيدات والسادة الحضور، كل عام وأنتم بخير. الحقيقة النهاردة مش هو يوم لإعلان وثيقة لحماية النيل، ولكن يوم للإصرار على إن احنا نحمي حياتنا وحياة أولادنا، لأن انتوا شفتم الوضع اللي وصل إليه النيل. كتب على هذه الحكومة أن يكون لها رؤية، وهي رؤيتها الإصلاح في جميع المجالات وفتح جميع الملفات وفعلا اقتحام المشاكل، إصلاح اقتصادي، إصلاح تشريعي، وما أظنش إصلاح إداري، إن احنا نترك أهم حاجة في حياتنا. إذا كنا بنقول إن مصر هبة النيل، إن احنا اللي نعتدي على النيل وسط المشاغل يمكن ما بياخدش أولوية، أو الناس بتتناسى أو بتتعايش، لكن النهاردة هي يقظة ضمير، هي صحوة احنا بنطلقها. وأنا واثق إن شركائنا هم 90 مليون. النهاردة شركائنا في هذه الحملة 90 مليون. النهاردة شركائنا في هذه الحملة الجامع، الكنيسة، المدرس، الجامعة، الإعلام، الضمير، لأن فعلا ما ينفعش كنا نسكت. الحملة دي بقالها أكتر من شهر وإحنا بنرسخ مفهومها، توجهها، وإلحاحي الحقيقة مع السيد وزير الري كل ما أشوفه إمتى هنطلق هذه الحملة، وبالتالي قلنا في بداية هذا العام. ولعله خير الحمد لله أن يكون في أيام كريمة بداية عام، احتفلنا بمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، احتفلنا بمولد السيد المسيح عليه السلام، أيام كلها أيام خير وبركة. هذا الاقتحام سيتطلب فعلا ان احنا كلنا نقف. الداخلية عليها دور كبير، التنمية المحلية عليها دور كبير، المحافظات، كل واحد في مصر عليه دور كبير، ولكن الاهم والاهم هو دور المواطن. ولما بنتكلم على حراس النيل هم الشباب، هم الشباب اللي في كل قرية. واللي انا بطلب النهاردة من سيد وزير الرأي، يمكن النهاردة السيد وزير الشباب كان عنده ظرف ما لم يستطيع الحضور، ولكن التنسيق أيضا مع وزارة الشباب هام جدا، وتسليم هذه القرى والمدن للشباب ووضعه على مسؤولياته وأنه يتحمل هذه المسؤولية، أنا متهيألي ده جزء هام جدا من هذا المشروع القومي. أيضا أنا بناقش أو بناشد الضمير، ضمير المواطن اللي هو تعدى. أنت قدامك فرصة، فرصة كبيرة، زيل التعدي بنفسك وهنكرمك ونشكرك، لأنك لو ما زلتوش إحنا هنزيله، وإحنا فعلا قادرين بأمر الله إن إحنا نزيله، وهنزيله، بس هنزيله وهيبقى فيه مساءلة قانونية، ومساءلة قانونية وأنت النهاردة طبقا للقانون معرض لغرامة ولسجن، وبالتالي طب ما هي بلدك، زيله وهنقف معاك وهنكرمك ونساعدك. مش بس كمان النهاردة أنا أشير إلى إزالة التعديات عن النيل، أيضا على حماية الرقعة الزراعية. مصممين على حماية رقعتنا الزراعية، لأن فعلا أرضنا لما تتاكل وننا لما نردمه، يبقى ده ما أظنش حد أبدا يعمل كده في بلده. وبالتالي الإصرار على مواجهة مشاكلنا والإصلاح، الإصرار على الإصلاح. الحمد لله، الحمد لله أن هناك النهاردة دولة رجعت تاني، كل مواطن حاسس الحمد لله بالأمن والأمان في هذه الدولة، وكل مواطن حاسس إن احنا ماشيين بالرغم من كل التحديات، بالرغم من كل من يضع أمامنا العقبات،
ماشيين للأمام بفضل الله وبقيادة رئيس انتخبه شعبه وحبه واقف وراه مصطف وراه، وبالتالي الأمل كبير بإذن الله. ويعني أنا واثق بإذن الله إن هذه الحملة هتنجح لهذا للانطلاق لإزالة كل تعدي، ولكن التعديات أشكالها بيختلف. تعدي واحد بيبني زي ما انتوا شفتوا جوه النيل، بيبني خرسانات طالع بعمارة جوه النيل أو بمقهى أو بملهى، أو شفتنا الكلام ده. واحد بيردم جوه النيل، بيردم بيخنق النيل، وبالتالي سرعة المية بتزيد والنهر يزيد وجوانب النيل تزيد. واحد بيلقي جوه النيل صرف صحي، واحد الأجرم انه بيلقي جوه النيل صرف صناعي. ما ينفعش نسمم اولادنا وبعد كده نقول عندنا اعلى نسبة في الفشل الكبدي وعندنا مشاكل رهيبة. نروح نبص على المستشفيات، الناس اللي واقفة طوابير لغسيل الكلى، والناس اللي احنا مش لاقيين نعالجها في الفشل الكبدي. طب ما احنا اللي عاملينه. فهي صحوة للضمير ورهان بأمر الله على ضمير المواطن المصري وعلى إرادتنا في التغيير وعلى إرادتنا في بناء فعلا مصر الحديثة الجديدة اللي ربنا اداها لنا، لازم نحافظ عليها ولازم نفتخر بها. الحقيقة يعني أنا مش عايز أطول، ولكن أنا بعلنها ومضيت وأنا ملتزم وهنزل كمواطن، واللي هشوفه هقوله وهشتبك وعايزكم تشتبكوا. احنا عندنا مشاكل ما تتحلش إلا بالاشتباك. عدينا مرحلة الحقيقة التعايش مع المشكلة، لازم نشتبك ومعندناش وقت كمان، خدوا بالكم، لأن في حاجات ضد الإنسان. ما عندناش وقت نزود المرضى بالفشل الكبدي وأيضا بأمراض الكلى، ما عندناش. لازم نقتحم ولازم نقول اللي عايز بس يزود فلوسه بأي طريقة، لا، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. ما ينفعش الجشع وفي كل حاجة الله، لا، ده في قانون وفي دولة وفي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب كل إنسان على ما فعله. الحقيقة لا أطيل عليكم، ولكن أنا واثق إنها صرخة. أجهزة الإعلام النهاردة أكيد بأمر الله ستكون الداعم. أقلامنا، مفكرينا، فنانينا، أساتذتنا، علمائنا، قيادتنا التنفيذية، فلاحينا، عمالنا، كلنا مع بعض بإذن الله هنقدر نغير وهنحمي نيلنا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.